انت ما يخفى عليك حتى شفنا الولد. معلش ارجع لعب. مرحبا عمو. اهلين. يعني عمو هلق انت عم ترجف، هو السؤال معلش ما خلي المشاهد يعرف ايش اللي صاير. انت عم ترجف، بعد شوي لسه بيصير برد اكثر. شو عم تعمل؟ كيف عم يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، كيف عم تدفي حالك؟ الله بدبر لو زيي. والله الله بدبر. تمام. إذا حياة كما سمعتي، كنا هنا من ريف إدلب. إليك حياة. علاء شكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا للحاج علي وأسرته، نتمنى لهم السلامة والنجاة، ونحن آسفون ونعتذر بشدة لتلك الأوضاع التي يعيشونها. نحن نجلس هنا في الاستوديو وفي الجاليري، نرى طفلا صغيرا يرتجف من البرد، وكل ما يمكننا فعله هو الاستمرار في التغطية. المساء مستمر، وبعد قليل قبل فوات الأوان الأمم المتحدة تطلق نداء استغاثة لجمع الأموال لمساعدة 30 مليون طفل يعيشون سوء التغذية الحاد في بلدان متضررة من أزمة الغذاء حول العالم.